كانت ده الفيديو صلى على النبي، يا ريت تعمل لايك وشير سبسكرايب وتعمل لي فولو على انستا، سيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تحليل مثبت. وبس كده، بعد اذنك يا جماعه تعملوا لايك وسبسكرايب عشان بتعب كتير في الفيديو. وبس كده هدخل معاكم الفيديوهات ومش هطول عليكم. اول حاجه انا استنطعت حطيت مرطب ستيفز تمام، وزي ما انتم عارفين انا بحب اثبت باللوس باودر، بس انا تخطيت المرحله دي مع نفسي، ثبتت باللوس باودر او اللي هي بتاعه البودر بيبي بتاعه الاطفال دي، تحفه جدا يا جماعه ماشي، بتخفي المسام يعني، وبتعمل لنا كمان بعد ما نحط الفاونديشن بتخلي الفاونديشن ان هو يغطي المسامات، وبتخلي البشره فلولس كده وفلتر يعني تحفه جدا. حطيت الفاونديشن ده من ميه سينما، وزعته زي ما انتم شايفين بالبراش اللي هي المبططه دي، وخدت كونسيلر بتاع بريتي وومن. الكونسيلر ده كان عندي من وقت الصراحه، وانا احبه اكتر من ميه سينما لانه خفيف جدا كده وجميل، لكن ميه سينما تقيل كده بس ما علينا بنستخدمه خلاص. المهم يعني هو عندي برضو من وقت يعني الحاجات ديت يا جماعه اللي معايا، ما جبتش حاجات جديده بقالي وقت يعني وكده، فانا بستخدم الحاجات اللي عندي ويعني بحاول اخلصها. اخدت درجتين كونسيلر من بريتي وومن كانوا حلوين جدا، درجه 01 الاثنين ودرجة فاتحة افتح الدرجات فيها، وهتلاقوا بريتي وومن لحد دلوقتي يعني بتنزل الكونسيلرات والحاجات دي. المهم خدت الكونتور برضو من ميت سينما بنفس البراش المبططة دي، ودمجته ما عملتش بالاسبونج على طول كده، بعد ما حطيت الفاونديشن حطيت الكونتور على طول، بعدين جبت الاسبونج بقى عشان ادمج بقى زي ما انتم شايفين كده، بدمج الابيض الاول وبعد كده الغامق عشان بس ايه الناس ما تتلخبطش، مش هقول فاونديشن بعد كده كونتور، لا بتدمجوا الابيض الاول بعد كده الغامق عشان الغامق ما يلطعش في الابيض زي ما انتم شايفين كده. انا بدمج الابيض وبعد كده الغامق، وباخد الغامق بطلعه على فوق مش بنزله على تحت زي ما انتم شايفين. طريقه دمج الكونتور اهو باسهل سهوله، بس يا رب كده يجيب فايده والاقي كده لايكات، الاقي يعني كومنت حلو يعني بعد اذنكم، يعني عايزه لايك يعني وسبسكرايب وكومنت حلو، بلاقي ناس بتشيل السبسكرايب بتستفاد من فيديوهاتي برضو، او بيستخسروا ان هم يعملوا سبسكرايب اصلا مش عارفه. يلا ربنا يرحمنا. المهم يعني ما تنسوش تسيبوا لي اللايك وسبسكرايب فضلا يعني وليس امرا، بس كده. فيلا بينا بقى نكمل الرغي بتاعنا. طبعا يعني بقيت الكونسيلر او الفاونديشن بحطه على الكونتور، بدمج بيه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بخليهم ميه واحده الشكل اللي انتم شايفينه ده. جيت درجة روج كده وحطيتها فوق الكونتور، درجة روج كريمي، اي درجة عندك كريمي بقى، سواء كريمي او اللي هو المط، اي حاجة اي درجة روج انت حباها، بس انا خدت كريمي عشان يبقى سهل ويدمج بسهولة معاكو، وكمان عشان لما بحط المط وانشغل مروحة بينشف بسرعة بيقرفني، وقعد احط كونسيلر ومش عارفة ايه عشان يدمج وكده، فانا حطيت ايه الروج اللي هو الكريمي عشان يدمج بسهوله جدا زي ما انتم شفتوا تمام. خدت ايه البودره بتاعت اللي هي الاطفال دي وبثبت البشره تمام، بثبت بكميه حلوه كده عشان بودره الاطفال بتبقى خفيفه كده ويعني وحلوه، مش زي اللي بتبقى اللوز باودر بتبقى تقيله وبتتعمل وبقى ليها كفر لا دي اللوز باودر اللي هي اللوز باودر بتاع الاطفال دي تحفه جدا يا جماعه، تبقى خفيفه كده على الوش وكمان ما تبقاش مضره لبشرتنا، كانك بتحطيها على بشره بيبي حرفيا يعني، بس حلوه جدا جدا يعني، وبتثبت الميك اب وبتدي شكل فلتر فلولس كده للبشره، بيبقى تحفه والله العظيم يعني. انا ما بكذبش عليكم يعني عشان في ناس بتشتكي من بودره الاطفال دي انها مش حلوه ومش عارفه ايه، لا يعني حلوه جدا، وفي نفس الوقت هي رخيصه مش غاليه. وعايز اقول لكم على حاجه، البلوز باودر اللي انتوا بتشتروها الكوبي والكلام ده بياخدوها من بودرة الاطفال اللي هي الشركات اللي زي دي اللي هي بودرة التلج، وبيعبوها في اللي هي الحاجات اللي هي المصنعة اللي بيبيع عليها كوبي، بيبيعوها بالاغلى، فهم كسبانين جدا على فكرة، متفكروش ان هم مش كسبانين، لا هم كسبانين جدا، لان بودرة الاطفال بتبقى ارخص بكتير من اللي هي حاجات الكوبي كمان، فاهمين؟
وتبقى كميتها اكبر كمان البودرة الاطفال. جربوا كده قارنوا بين دي مش هتلاقوا اي مقارنة، بس ممكن هم يحطوا ايه درجة لون من عندهم اصفر لون مش عارفة ايش يخلوها درجة ايه مختلفة، فاهمين بيدمجوا حاجات مع بعض يعني. المهم فاخدت لون بني كده بيج، مش بني غامق، بني فاتح كده على بيج، وحطيته في الجفن الثابت من بلت الكونتور عادي جدا. خدت 3 درجات ميكس مع بعض فاتح على الغامق، وحطيتهم في طرف العين بنفس الفرشه، بس يعني ايه لما الاقيها يعني ما فيش لون بيطلع، لان دي فرشه اصلا دمج مش فرشه ان انت تثبتي بيها البودر، فدي كانت غلطه مني. فانا خدت بقى ايه درجه كونتور حطيتها بقى ايه برده درجه غامقه كده، وحطيتها على طرف العين من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا جماعه ما تجيبوش باليتات ميه سينما، عايزين تستثمروا فلوسكم في اي شادو ما تجيبوش باليتات ميه سينما، استثمروها في حاجه غاليه شويه. هاخد البلت الاي شادو بتاعت ميه سينما دي اللي انا يعني البلتات اللي انا جايباها ندمانه ندم عمري ان انا جايباها، بس ما علينا خلاص يعني كان وقت عبيط وعدى. المهم خدت درجه اي شادو لونها اسود من البلت تمام، وحطها على طرف العين برضو كده عشان اغمق الطرف شويه عشان البني ما كانش غامق، مش عايز يديني درجه غامقه تمام. مش عارفه ليه درجات ميه سينما بحسها ان هي مش بتدي الدرجات اللي انا عايزاها، بتبقى في البلد حاجه وبتبقى في العين حاجه تانية، فاهمين؟ بس بصوا دلوقتي كمان هتلاحظوا حاجه، انا يعني هتبان لكم دلوقتي واحكي لكم واشرح لكم ايه اللي هيحصل يعني. بصوا عملت نص كات كريس، هاف كات كريس كده خفيف كده، او اللي هي ايه 3 ارباع العين، مش كل العين، 3 ارباع العين كده، مش نصها ولا نصها ولا كلها، اللي هو 3 ارباع العين بس، بسيب الحته الاخرانيه دي الربع الاخير، وباخد مجمع العين كده يعني ايه في القطعه دي اللي انا قطعتها تمام. بقطع كمان قبل الخط اللي هو الفاصل ما بين الجفن الثابت والجفن المتحرك بحاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، عشان اخلي جفن عينيا عالي ما خليهوش صغير. انا عينيا مبطنة شوية فيعني ايه لازم ايه بعلي بالكريس لحد فوق شوية زي ما انتوا شايفين كده بكل سهوله. خدت اللون الاورنج، اللون ده اصلا يعني ظهر لكم في الكاميرا حاجه وفي البلد حاجه وفي العين حاجه، بس في العين نفس اللون اللي في البلد شويه، اما اجي انقي درجه غامقه بعد كده مش هلاقيها نفس الدرجه، هتديني نفس الدرجه للاورنج الاولانيه، تديني هنت خفيف قوي كده غامق اغمق حاجه بسيطه، بس هي مش غامقه زي ما في البلد غامقه يعني. الوان ميه سينما مش يعني مش كل الالوان لما بتحطوه بتبقى نفس الدرجه اللي انتوا شايفينها. خدت الدرجه اللي هي الاورنج دي وحطيتها كده على اول العين، فضلت احط منها لحد ما ايه ما ثبت اللون على لون الكريم اللي انا حاطه. خدت درجه الاورنج زي ما انتوا شايفين كده اللي هو انا متخيله ان هو هيطلع غامق، ما طلعش غامق، طلعش اغمق، فاضطريت ان انا ادمجه مع حاجه غامقه شويه عشان يطلع غامق حاجه بسيطه يعني. اضطريت ان ادمجه مع لون بني غامق بسيط عشان يطلع غامق شويه زي ما انتوا شايفين كده، لكن هو طلع نفس الدرجه اللي انا حطاها في الاول، فاهمين؟ مش عارفه ازاي يعني. ففي درجات يعني يا جماعه في البلد دي بتبقى مش هي هي، او في اي بلد عموما من ميه سينما كل الالوان درجاتهم يعتبر شبه بعض ما عدا بلد شوكولاته حلوه جدا تمام، وفي البلت اللي هي شبه البلت اللي انا ماسكاها دي يعني، بس دي بقى التانية كان فيها 40 لون بس الوانها حلوة، او 35 لون حاجة زي كده، بس الوانها حلوة جدا وفيها جليتر وفيها حاجات كده، بس دي مش عجباني خالص، تبشيري قوي، وكانت كمان قبل ما يعني ما يعدله شوية في الحاجة، انا كنت جايباها قبل ما يعدله شوية في الماتريال بتاعته. خدت لون بقى كده على توبي وحطه في الاخر، توبي كده مدي على اورنج شوية، بحطه في الطرف كده برضو قبل اللون الاسود زي ما انتوا شايفين كده. لوك يا جماعة اسهل منه مفيش، بس تركزوا فيه هتعملوه بكل سهولة، انتوا بس خدوا التكنيك مني واعملوه يعني هتلاقوه تحفة عليكم. وكمان اللون الاورنج بيدي شكل حلو جدا للوش، وكمان اللوك ده هيليق كمان مع البشرة السمراء حلو جدا هيبقى. خدت درجة الموفا الغامقة دي وهحدد بس الكريس على خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده،
على خفيف. انا عندي الفرج بتاعتي مش مساعداني، مش رفيعة قوي، بس انا بحاول اشتغل بيها زي ما انتم شايفين. بس يعني طبعا يعني التحديد اللي انا حددتها دي محتاجة فرشة اصغر من كده بكتير، بس انا ايه يعني خدت اصغر فرشة عندي يعتبر، لان ما عنديش فرش رفيعة قوي كده. شايفين اللوك ظهر شوية زي لما انا دريت النور شوية، خدت درجة شمر في لونها على اورنج كده، حطيتها في اول العين خفيف وسبت طفيف كده من اللون الاورنج الاولي اللي انا كنت حاطه، سبت برضو ايه لون كده فاهمين. هاخد اللون الاسود وهوصله باللون الموف الغامق اللي انا عملته. وعلى فكرة يا جماعة لما انا حطيت اللون الموف الغامق اللي انا يعني عملته ده ودمجته مع الالوان، اداني لون عادي جدا، مش باين خالص ان هو موف زي ما انتم شايفين كده. باخد اللون الاسود وبعمله زي ما انتم شايفين كده. طبعا بصوا ان اتلخبطت في حاجه انتوا هتلاحظوها دلوقتي وهصلحها قدامكم، وهتشوفوا التصليح عشان لو غلطتوا في حاجه زي كده تعملوها زي ما انا بعملها بالظبط زي ما انتم شايفين كده. بصوا شايفين عملت ايه، حطيت الدرجه الفاتحه على نضفت بيها اللون الاسود تمام، وجبت فرشه بدنك بيها، كل حاجه بتتصلح. بس مهم ان انت تكوني ميك اب ارتست شاطره او بنوته شاطره بتعرف تعمل ميك اب وهتظبطي الدنيا. زي ما انتم شايفين كده الخط اللي انا كنت عاملاه ضاع كده. بصوا حطيت بقى ايه، حطيت الدرجه الاسود برضو تاني عشان ادمجها مع صحابها، ادمجها مع صاحبتها الاسود اللي عملته، ودمجتهم كده مع بعض. خدت درجة اورنج فاتحة ومديته لتحت اللون الاسود عشان انضف اكتر اللون الاسود. فانا بحب اصلا دايما ان انا لما اجي احط درجة فاتحة بمدها لبرا، بتديني عمق للعين كده وبتكبر لي العين، وكمان بتخلي العين مصحوبة. هاخد بقى رموش، انا بوريكم استخدم الرموش ايه. الرموش دي عندي بقى لها وقت فانا بحب استخدمها دايما، يعني مش دا يعني كل ما استخدم رمش بستخدمه كذا مره لحد ما يبوظ بقى واقوم رميه. انا اصلا ما بستخدمش عاده الرموش كتير في الفيديوهات زي ما انتم بتشوفوا لو هترجعوا الفيديوهات القديمه. خدت جليتر من بلد بريتي وومن، بلد دي يا جماعه تحفه، كلها الجليتر بتاعتها حلوه، بس عمركم يعني بس هي مش بينزل منها خالص دلوقتي خلاص. خدت بلاشر كده ايه على لونه على خوقي كده شويه، وحطيته في تفاحه الخد. وهاخد كونتور من البلت الكبيره دي، ما كسلت الصراحه اجيب الكونتور اللي انا بستخدمه دايما من البلت اللي هي السودا، قلت اما استخدم البرونزر الموجود في البلت، بس حلو يعني مش وحش، نفس يعني نفس الماتيريال بتاعته، نفس يعني نفس اللطعه اللطعه من ميه سينما. واحد نفسه والله يا جماعه يعني يجرب كده حاجات بقى ايه هاي اند غاليه قوي، يعني زي الحاجات بقى 2000 و3000 الحاجه الواحده مش ميه سينما يا جماعه. ان يكون انا اللي عندي حاجات، عندي دروج ستور ميه سينما كده، بس حاجات الهاي اند لسه الصراحه ما جبتش حاجات 2000 و3000 و5000 الحاجات دي. جبت هايلايتر كده من نفس البلد، اقطع على خدودي وعلى النوز الكلام ده كله. حددت شفايفي بروز، لا بكونتور بني بس على خفيف كده، مش متقلتش زي ما انتم شايفين. ما بحبش الكونتور يكون بني قوي، بيبقى شكله مش حلو في الشفايف، بيدي تحديه قوي للوش. خدت لون اورنج من البلد بتاع اللي هي بتاع ميه سينما دي، حلوه جدا فيها الروجات دي، حلوه جدا الصراحه الوانها. عايز اقول لكم ان عندي روجات كتير مش عايز تخلص الصراحه. المهم ما علينا، ف روجات كتير من ميه سينما ومش عايز تخلص، وكمان مش قد كده يعني، بس انا بحب يعني انا بحب روجات ميه سينما الصراحه، بس عايزه اجرب حاجات جديده بس. واخدت بقى ايه البودر اللي هي بتاعت البيبي دي، خفيفه جدا برضو على شفايف، جربوها ثبتوا بيها الشفايف. كل حاجه يا جماعه هتعملوها
بالبودر دي هتنجح معاك والله حلوة جدا. انا بقى ايه بطير كل البودر من على شفايفي. وبس كده يا بنات، ده كان الفين اللوك، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل لي فولو انستا. اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.